آيا صوفيا، صرح ديني تركي مهيب يعظمه المسلمون والمسيحيون على السواء. وبعد أن كان أضخم كاتدرائية للمسيحيين الأرثوذكس طوال 900 عام، أصبح أحد أعظم مساجد المسلمين على نحو 5 قرون، ثم صار متحفاً فنياً منذ عام 1934 بقرار سياسي. تعتبره منظمة اليونسكو من الآثار التاريخية المنتمية إلى الثروة الثقافية العالمية، وظلت تمثل الكنيسة الرسمية للدولة المسيحية البيزنطية وجوهرة عاصمتها القسطنطينية رغم تهدمها واحتراقها أكثر من مرة، إلى أن فتح السلطان العثماني محمد الثاني الشهير بمحمد الفاتح المدينة عام 1453، فغير اسمها إلى إسطنبول، ودخل هذه الكنيسة فصلى فيها أول جمعة بعد الفتح، وجعلها مسجداً كبيراً يرمز في الاتجاه المعاكس لقوة الدولة العثمانية وسيطرتها. لكن الرئيس رجب طيب أردوغان قال حين كان رئيساً للوزراء عام 2013 بأنه لن يفكر في تغيير وضع آيا صوفيا ما دام هناك صرح إسلامي عظيم آخر في إسطنبول، وهو مسجد السلطان أحمد الذي يرجع بناؤه إلى القرن 17، لافتاً إلى أن المدينة فيها أكثر من 3000 مسجد. ومع توالي المطالب بإعادة آيا صوفيا مسجداً، سمحت الحكومة التركية بفتح مسجد في الجزء الخلفي من المبنى، وكلفت أجمل مؤذني إسطنبول أصواتاً برفع الأذان. ثم أصدرت رئاسة الشؤون التركية في يونيو حزيران 2016 قراراً بتلاوة القرآن يومياً في آيا صوفيا خلال شهر رمضان المبارك لسنة 1437 هجرية، وأطلقت من داخله برنامجاً دينياً خاصاً بليلة القدر بعنوان خير من 1000 شهر. وتنتقد دولة اليونان هذه الخطوات، وترى أن التصرف التركي يصل إلى حدود التعصب الديني ويظهر انفصاماً عن الواقع، وأن هذه التصرفات ليست متوافقة مع المجتمعات الديمقراطية والعلمانية، وتمثل إهانة لمشاعر الملايين من المسيحيين. لكن الأتراك يقولون إنه لا يحق لليونانيين الاعتراض على قراءة القرآن في آيا صوفيا بعدما هدموا الكثير من الآثار العثمانية التي بقيت في بلادهم التي كانت لقرون خاضعة لحكم العثمانيين، وأساءوا استخدام آثار أخرى لدرجة أن أحد مساجد مدينة سالونيك حول إلى صالة سينما، كما أن أثينا من بين عواصم عالمية قليلة لا يسمح فيها ببناء المساجد.